انا هدى محمد حسين من محافظه المنيا، سني 26 سنه، مهندسه جوده، معايا ماجستير في مجال الطاقه. انا معايا براءه اختراع في مجال الطاقه، وهو جهاز بيولد طاقه كهربائيه عن طريق قطع خطوط الفيض المغناطيسي، ودي قاعده لفليمنج لليد اليسرى. ومعايا براءه اختراع تانية في مجال علوم البيئه، وهي تحويل نبات ورد النيل علف للحيوانات، بالإضافة أن أنا تم تصنيفي من ضمن أفضل 6 طلاب مخترعين على مستوى الجمهورية في مسابقة القاهرة تبتكر، وكمان أنا عضوة في مجلس علماء مصر ونقابة المخترعين المصريين، وحصلت على منحة الفنية العسكرية للطلاب المتفوقين في 2015، بالإضافة اللي تم لقبي بلقب عروس الصعيد في مهرجان أنشطة نوادي العلوم على مستوى الجمهورية، وأخدت مركز أول في مسابقة المخترع الصغير، وشاركت في مسابقات كتير جدا على مستوى الجمهورية في مجال البحث العلمي والمسابقات والمؤتمرات العلمية، وكنت من ضمن الناس الحضور الموجودين في افتتاح قناة السويس الجديدة.